قبل أن نبدأ الفيديو كل التشجيع لهذا البطل، مجهود رائع وبريء. في فيديو سابق وعدتكم أن نتكلم عن المنشطات، عن ما هي المنشطات ولماذا هي ممنوعة في معظم المنظمات الدولية، وما هي أضرارها التي يخفونها عنكم. وأعدكم أن تستفيدوا من هذا الفيديو. قبل أن نبدأ، لايك من فضلكم. وأخطر شيء نبدأ به هذه الحلقة هو أن بعض أنواع المنشطات لا ينصح بها إلا بعد سن 40، وهذا يطرح العديد من الأسئلة. لماذا بالضبط بعد سن 40؟ بحثت في الموضوع ووجدت بعد أن تكون قد كونت أسرة وأولاد، لأنه يسبب العقم والضعف الجنسي. استعملت المنشطات قديما في المنافسات الرياضية وحتى في سباقات خيول والكلاب، ويقول بعض أهل التخصص أن هذه المنشطات استعملت في القدم، يعني منذ بداية المنافسات الرياضية بدأت تستعمل هذه المنشطات، وتستعمل لزيادة النشاط الرياضي وزيادة الأداء الرياضي للتفوق على الآخرين. وهذه المنشطات عبارة عن مواد أو أدوية تدخل الجسم بكميات غير اعتيادية، وهي مواد مصنعة من مواد غير طبيعية، ويتم استخدامها عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، وتستعمل قبل المنافسات الرياضية أو أثناء المنافسات الرياضية بهدف التفوق على الآخرين أو الفوز في البطولات، ولذلك يعتبر هذا فوز غير قانوني وغير شرعي ويعاقب عليه. ولذلك فالمنشطات ممنوعة منعا كليا من قبل المنظمات الرياضية الدولية، ولذلك تقوم هذه المنظمات بالتحقيق مع الرياضيين، حيث يخضع كل رياضي للفحص، وإذا كان الفحص إيجابي وثبت أن الممارس يتعاطى المنشطات يتم استبعاده أو طرده. ولكن في الألعاب الأولمبية يتم سحب الميداليات من المتنافسين، لأن ذلك يعتبر غش، لأنه استعمل ذلك بهدف التمييز على الآخرين، وهذا يعتبر ظلم وغش في حق الآخرين ويعتبر عمل غير أخلاقي. والآن نتحدث عن الأضرار والتي لا تحصى، أذكر بعضها في هذا الفيديو كي لا أطيل عليكم. تؤثر المنشطات على الصحة عموما، وتصل في بعض الأحيان أنها تسبب الموت المفاجئ، كما يتعرض متناولي المنشطات لزيادة واضحة في نسبة الكوليسترول والدهون في الدم. وأيضا الأمراض العصبية والنفسية وتغيرات في الجسم عموما، حدوث بعض الإصابات، تمزقات عضلية أو كسور في العظام، الضعف الجنسي. وأيضا ذكرت لكم أن بعض المنشطات تعطى للأشخاص فوق 40، لأنه في الغالب يكون الرجل فوق 40 تزوج وأنجب، لأنها تسبب العقم وتسبب الضعف وتسبب العديد من المشاكل. لذلك من الأروع أن تكون بطل طبيعي بدون منشطات وبدون غش وبدون تصرفات لا أخلاقية. عليك بالمجهود العضلي البدني، عليك بالممارسة والاستمرارية، وليس الاستعانة بأشياء غير طبيعية للتفوق على الآخرين، وهذا الفعل كما ذكرت يعتبر غش وظلم في حق الآخرين، وليس من الرياضة في شيء، وليس من الأخلاق في شيء. كان هذا أيها الأعزاء فيما يخص هذه الحلقة، أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد بالنسبة إليكم، وأتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسونا من اللايك والتعليق، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.